أهلا بكم من جديد في أسرار المطبخ. هنا رامز، والبيتزا من الأطباق المفضلة لدي خلال أيام التدريب في أوروبا. دعونا ننهي بيتزا الأمامي. نسخن الفرن على درجة حرارة 200، وسأقوم بقلب صينية الفرن. سيكون هذا بمثابة حجر البيتزا في أفران البيتزا التقليدية. الآن سنقوم بإعداد الحشوة. سنقطع شرائح الدجاج المدخن إلى شرائح رفيعة. رائحة! نسخن بعض الزيت، وسنقوم بكرملة بعض البصل المفروم والفطر، ثم نضيف أجينوموتو. أجينوموتو يعطيها نكهة غنية بالأمامي. ثم نطهيهم ببطء لمدة 10 دقائق حتى يصبح لونهم ذهبيا. انظر إلى عجينتنا، جميلة ومنتفخة. سأقوم بدعكها بلطف لإخراج بعض الهواء. لدينا ما يكفي من العجين لصنع حوالي 2 من البيتزا. وهذا مكون سري آخر لصنع بيتزا جيدة، السميد الناعم، فهو يمنحها قشرة خارجية رائعة ومقرمشة ويجعلها أفضل بكثير. نمد العجينة بشكل دائري متناسق، ثم ندهنها ببعض من صلصة الأمامي، وسأضيف بعضا من جبنة الموزاريلا المبشورة حديثا. أنا أفضلها مبشورة طازجة. والآن سنقوم بتجميع البيتزا الخاصة بنا مع البصل المكرمل والفطر، وسأضيف الدجاج المدخن وطبقة أخرى من جبنة التشيدر والموزاريلا، ونذهب بها إلى الفرن. فقط انظر إليها، خلابة! سيداتي وسادتي، أقدم لكم أمامي بيتزا. أجينومو.